السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بأحسن حال وصحة وسلامة. إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد الوصفة اللي غادي تكون سهلة وبسيطة. إذا كنتم محتارين شنو تعملوا الوجبة العشاء، هاد الوصفة كتحضر بسرعة، وأهم حاجة غادي تعجب الأطفال ديالكم لأنها كتكون من البطاطس، والبطاطس معروفة كتعجب الأطفال. ونخليكم مع المكونات، الوصفة وطريقة التحضير. كناخدو الكفته، كنزيدو عليها البصله مشلضه او بصله مقطعه على شكل مكعبات، والقزبر، البهارات، الملح، فلفل اسود، والبهارات المشكله، وكنخلطو الكل جيدا مع بعض. كنمزجو الكل مع بعض جيدا، وكنشكلوها على شكل كويرات. كويرات كتكون تعملوها كويرات كبيره الحجم او كويرات صغيره الحجم، كيبقى الاختيار راجع ليكم. في طنجره كنوضعوا كميه من الزيت، زيت الزيتون، تقريبا 3 ملاعق من زيت الزيتون. وكنوضعوا الكفته اللي شكلنا على شكل كويرات في الزيت، كنقليوها في الزيت من الجهتين حتى كتحمر لينا. من بعد فاش كتحمر لينا الكفته من جهه الجوج، كنزولوها في نفس الزيت اللي قلينا فيه الكفته. كنوضعوا بصله، كنوضعوا البصله مشلضه او بصله مقطعه على شكل مكعبات، كنخليوها تقلى لينا في الزيت حتى تدبل. وكنزيد عليها معجون الطماطم، تقريبا ملعقتين من معجون الطماطم، وكنحرك المعجون الطماطم مع البصل. وكنزيد الطماطم، انا استخدمت هنا طماطم معلبه، انتم ممكن تستخدموا طماطم طازجه. كنوضع التوابل، الفلفل الاحمر حار، الفلفل اسود، بهارات مشكله، وال ثوم باودر، وكنحرك الكل جيدا مع بعض، وكنغلقوا عليها وكنخليوها حتى كتنضج تقريبا لمده 10 دقائق. ومن بعد 10 دقائق كنرجعوا الكفته اللي قلينا، كنوضعوها مع صلصه الطماطم، وكنغلقوا عليها وكنخليوها لمده 5 دقائق حتى كتنضج. نمروا للمرحله الثانيه والمرحله المواليه، واللي هي عندي هنايا 4 حبات من البطاطس مسلوقين، سلقتهم مع الثومه او الثوم، تقريبا 3 فصوص من الثوم، وكننعكوا البطاطا او كندعقوها او كنهرسوها. البطاطا لازم تكون باقا سخونه،
وكنجيبو صحن خاص بالفرن وكنوضعو فيه البطاطا اللي هرسنا، كنسطحوها بهذا الشكل بشكل متساوي في الصحن. نسيت ما ذكرت بانه كنزيدو على البطاطس المسلوقه ملعقتين من الزبده وكنهرسو البطاطا. كنجيبو الكفته اللي وصلصه الطماطم، كنوضعو كويرات الكفته فوق البطاطس على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كنوضعو كل الكويرات اللي عندنا فوق البطاطس. وبالشوكة أو بملعقة كنضغطو على الكويرات الكفتة حتى كتدخل لينا لداخل في البطاطس لهذا الشكل. وكناخدو باقي صلصة الطماطم اللي تبقات لينا في الطنجرة، كناخدوها وكنوضعوها كنوزعوها فوق على الوجه. كناخد جبن البارميزان كنوزعو كذلك على وجه الكفتة من فوق. ممكن تستخدموا أي جبن متوفر عندكم أو أي جبن كتفضلوا، كذلك شرائح الجبن جبنة تشيدر أو تشيدر تشيز، وكندخلوها للفرن كتحمر من فوق. كنشعلوا الفرن فقط من الفوق لمدة 20 دقيقة. وها هو طبقنا جاهز من بعد ما خرجناه من الفرن، هذا هو الشكل النهائي. تقدموه ممكن ترافقوه مع سلطة أو مع الخبز أو مع أي شيء كتفضلوه، ممكن بدون فقط مع السلطة بدون خبز لأن البطاطس راهي فيها النشويات، يعني ما محتاج معها الخبز. وهذه الوصفة كتجي لذيذة بزاف وغادي تعجب أطفالكم بالأخص لأن الأطفال كيحبوا البطاطس. كنتمنى تجربوا الوصفة وتنال إعجابكم. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش من اللايك للفيديو وكذلك مشاركة الوصفة مع أصدقائكم وأحبابكم. وإذا كنتم أول مرة كتشاهدوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وكذلك إذا حبيتوا تواصلوا معي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو إنستغرام، غادي نخلي لكم روابط الصفحات على الفيسبوك، صفحتي على الفيسبوك وكذلك على الإنستغرام. وإلى اللقاء مع فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.